ماتش استونت المباراه. طبعا بتلعب فريق كبير زي النادي الاهلي، فريق بيسعى للمقدمه، كنا جايين طمعانين لنتيجه ايجابيه في ظل موقفنا في الجدول، محتاجين على الاقل ترجع بنقطه، وده اللي كنا بنسعى له، انك لو ما عرفتش تكسب يبقى انت معاك نقطه ترجع بيها. ولعبنا الماتش على هذا الاساس. حصل في اول 10 دقائق ضربه جزاء، طبعا ما شفناش في الفار، بس بنثق في الحكام طبعا ان هم بيحكموا كويس. عملنا تعديلات في المباراه عشان نرجع للمباراه بشكل ايجابي، وحصل فعلا في الجزء اللي باقي من الشوط الاول، ومع الشوط الثاني كمان قدرنا نجيب في اول 12 دقيقه نجيب بالهدف التعادل. بس طبعا في تغييرات اضطراريه حصلت لنا في الشوط الاول، خلت الامور بالنسبه لنا صعبه جدا. كان في لعيبه بتلعب وهي مصابه كمان، فما عرفناش نعمل التبديلات بتاعتنا نظرا لخروج فتح الله باصابه، فكان موقف صعب جدا علينا يعني. فالحمد لله يعني هنقول نتيجه مش كويسه لينا، خسرنا نقطه او ثلاث نقط كنا بنسعى لهم، بس هنركز في الجاي ان شاء الله. في اسئله يا جماعه؟ اتفضل. انا بعرف وجهه نظر حضرتك في خروج احمد السيد بدري بعد نص ساعه بس المباراه، وهل كان احمد السيد كنا محتاجينه هو والنادري وحميد ماوي يكونوا ثلاثه في نص الملعب يسيطروا على نص الملعب بشكل ايجابي اكتر، عشان ندي فرصه لمليك والبلحه والعبدو يحيى ان هم يهاجموا بشكل ايجابي. بس لقينا ان الثلاثه في عدم انسجام شويه في المباراه، وكنا محتاجين ان احنا نشوف حد يقدر يمسك الكوره بشكل ايجابي اكتر، وكان تفكيرنا رقم واحد في خالد الاخميمي، واعتقد هو لما نزل عمل اضافه كويسه للفريق وخلانا نمتلك الكوره بشكل ايجابي، وخلانا ان احنا نجيب جول في اول الشوط الثاني لما ضغط وقطع الكوره وبصاها لحميد ماو. في اسئله ثانيه يا فندم؟ كابتن النهارده شفنا الاداء المحل الحقيقه كان قوي جدا طول المباراه، دي الحقيقه غلط عليه حي اللعيبه، لكن ليه ما نشوفش الاداء ده في مباريات اخرى؟ الاداء ده في المحل في مباريات اخرى اعتقد تفكير غزل المحل في الجدول. لا والله حضرتك لو تابعت ماتش المصري كان الاداء برضو كده وافضل كمان، يمكن اداء من كان افضل من ماتش الاهلي كمان يعني. لو كنت حضرتك شفت ماتش المصري، ماتش انبي كان نفس النظام برضو، كان اداء قوي جدا واداء كويس، يمكن كان في دروب بس في ماتش الجيش، انما الاداء احنا تولينا المسؤوليه بقى، انا كده ده الماتش الخامس ليا في الفريق، بس اعتقد ان كان في اداء اقوى بكتير من ماتش الاهلي. انا بعتبر ان مباراه النادي الاهلي النهارده اداء غير جيد لينا، لا كان في عندنا احسن من كده كمان، لو كنت حضرتك شايفه اداء كويس، لا كان في احسن من كده كمان عندنا كمان في ماتش المصري كنا كويسين جدا، ماتش انبي كنا كويسين جدا كمان. فانا غير راضي على الاداء النهارده، كنت بنطمع النتيجة ايجابيه، بس انا النهارده غير راضي على الاداء يعني. اي اسئله ثانيه؟ شكرا.